اليوم أيضا نحن على موعد مع قصص لسوريين معظمها تكللت بالنجاح وجميعها بنيت على إرادة إصرار والتزام بمقولة أن على هذه الأرض ما يستحق المحاولة على الأقل وبالتأكيد يستحق الحياة. أهلا بكم. الحجارة السوداء ترفع بيوتا في ريف الحسكة. خطاط سوري يحارب للحفاظ على مهنته من الاندثار. أبو العز يعمل في صهر الألمنيوم ويطمح لتوسعة عمله. عبير شيخو أم تربي أطفالها السبعة من وارد سيارتها. حتى اليوم ما تزال فئة من الناس تتمسك بأصالة بيوتها المبنية من الحجارة بدل مواد البناء الحديثة، فيخرج الحجارون عند الفجر لاستخراج الحجارة البركانية السوداء وينقلونها ويبدأون بناء منازل تشبه في المحصلة لوحة فنية، كل هذا في ريف الحسكة. تقف هذه البيوت من دون أعمدة أو أساسات إسمنتية، معتمدة بذلك على صلابة الحجر الأسود أو ما يعرف ببقايا الحمم البركانية التي يستخدمها أهالي ريف الحسكة الجنوبي مادة أساسية لبناء منازلهم في ظل ارتفاع تكاليف مواد البناء الأساسية كالحديد والطوب الإسمنتي. المنطقة الريفية هاي كلها بشكل عام تعمر الصخر هذا. المدن يعني المدن هناك يرفعون الدنق الأعمدة مشان طوابق أكثر يعني ثلاثة أربعة، احنا هنا بشكل عام ما نستخدم غير الصخر هذا. يلجأ الأهالي لاستخدام الحجر الأسود نظرا لقلة تكاليف الحصول عليه وإمكانية توفره رغم صعوبة العمل على استخراجه من حمة مركدة، حيث يعتمد عمال البناء في المنطقة على بقايا الحمم البركانية الشهيرة بسماكتها وقدرتها على التحمل. الأساس هذا الحجر أقوى من البلوك، يرفعون به جزء تقدر ترفع به طابقين بدون لا دنقات ولا أي شيء. وسعنا عندنا نشتغل تشتغلون به ننقله طبعا للمعلمية، عندنا يأسسون تأسيسات بيوت، يلي عدي أسس البيت عدي يرفع به جزء طابقين أقوى من البلوك. تتميز المنازل المبنية من الحجارة السوداء بسماكة عرض الحائط الذي يصل إلى نحو 50 سنتيمترا، ما يزيد من قدرة البناء على تحمل إنشاء طابق ثان من دون الحاجة إلى الاستعانة بالأعمدة الإسمنتية، كما أن جمالية البناء تظهر من خلال طريقة رصف الحجارة وترتيبها لتبدو على صورة لوحات فنية بديعة، خاصة عند إضافة قليل من اللمسات الفنية على الجدران الخارجية. تكلفة البلوك بدو شناجات، بدو أعمدة، بدو عضائد، وبدو نجارين، وبدو زريقة، بدو دهان، بدو هذا تكلفته أضعف. هذا إذا على وضعه عمل له بخت مكنة طلع لحاله محجر مرسم ديكورات. موارد طبيعية يساعد توفرها أهالي ريف الحسكة الجنوبي على تجاوز ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، كما أنها تمنح العائلات ملاذا آمنا يقيهم حرارة الصيف وبرودة الشتاء بأسعار لا تصل إلى نصف كلفة بناء منزل بالمعدات الإسمنتية. من أصالة الحجارة إلى أصالة الحرف، يدافع الخطاط ياسين حجازي عن مهنة الخطاط ويحاول جاهدا أن يعرف الناس على أهمية هذا النوع من الفنون، إذ أنه جزء من تراثنا وحاضرنا طالما أننا ننطق بالعربية. الخطاط ياسين حجازي أعمل بمهنة الخط العربي منذ الطفولة وأنا أتعلم الخط العربي على يد خطاطين. والدي الله يرحمه هو وضع لي اللبنة الأولى في عالم الخط، كان خطه جميل وكتب لي بعض الحروف وأنا قلتها فأعشقت هذه المهنة.
إن صح التعبير أنها مهنة، وهي تميل إلى الفن أكثر. فبدأت الدراسة عند الخطاطين والتوسع في عالم الخط وتقليد اللوحات إلى أن بلغت 20 من العمر، فبدأت بتعلم الخط العربي بشكل متقن وبشكل أكاديمي عند أساتذة كبار خطاطين. مؤخراً الحمد لله حصلت على إجازة الخط العربي، وأنا أعمل الآن في مهنة الخط الفنية، ولي كثير من الأعمال وعناوين الكتب الحمد لله واللوحات في العالم العربي وأيضاً في تركيا. جيت إلى تركيا، إلى اسطنبول عاصمة الخط العربي، هي حقيقة تهتم بالفنون وهيك. التقيت بعدة أساتذة كبار ومن الخطاطين والفنانين، ووجدت اختلاف النمط اللي مشينا عليه في الخط العربي في بلاد الشام، هي اختلاف ذوقي وفني، ويخالف النمط العثماني في بعض الجماليات. والنمط العثماني هو له أثره على العالم العربي كله، يعني كل الأساتذة تقريباً أو 90% من الأساتذة اللي بيدرسوا الخط هن بالأساس دارسين على النمط العثماني، وثم يطوروا من هذا النمط. مثلاً في الخط الديواني نجد أنه يميلون إلى تسميك الحرف وتصغير الحرف في الخط الديواني، وهذا نمط وهذا بصمة. نأتي إلى مثلاً إلى مصر أو في العالم العربي، نجد المدرسة المصرية تكتب على مدرسة الخطاط غزلان، وهو بالأساس متعلم على يد خطاط عثماني، لكن وضع بصمة من خلال تكبير الحروف ورشاقتها بشكل أجمل، وكلاهما جميلين. في أدوات لازم يمتلكها الإنسان إذا حب يتعلم فن الخط، هي أولاً الموهبة. الموهبة هي الميلان إلى الشيء وعدم تركه، ويجد من نفسه فضول بالغ وشغف يلفت نظره الخط العربي، شغف إليه. مهنة الخط العربي أو فن الخط العربي ينبغي على الإخوة أن يتداركوا الزمن لتعلمه، لأنه شيء من تراثنا وجزء لا يتجزأ من هويتنا العربية. أبو العز هجر من مدينته واستطاع أن يؤسس مشروعه في مدينة أخرى رغم صعوبة الظروف وقلة الموارد، إلا أن ورشته لسكب الألمنيوم تعمل بطاقتها القصوى، ويأمل بأن يستطيع تحويلها إلى مشروع أكبر ليخدم منطقة شمال سوريا كاملة، ويصدر أيضا إلى دول الجوار. عبد العزيز حميدي من حلب. طبعا نحن عم نشتغل مجال مصنع، تعلمت انا بالراموسه، كان عمري 10 سنين جيت على المصلحه، طبعا تعلمت عند شخص معلم ارمني، لانه مصنع السكب والصهر المعادن بالاساس هي جماعه ارمن. اشتغلنا بالراموسه فتره طويله الحمد لله رب العالمين، واستفدنا لما صارت الثوره، راح محل وتهجرنا وارزاقنا راحت، فجينا رجعنا لليف حلب الغربي. ففتحنا هون المحل، بلشنا بدايه بسيطه جدا، عباره عن حرف مهنيه او فنيه، اكسسوارات طبعا، كجمل، كدلة قهوه، كاكسسوارات عاديه. فحبينا نطور شغلنا اكثر، متطلبات يعني طلب منا انه المجال الصناعي كمان، دخلنا بامور صناعيه، صناعيين بيطلبوا منا بقرات صناعيه، ويعني معامل او شركات تطلب منا هالامر هاد. فالحمد لله كمان لبينا هون، فحبينا نطور كمان موضوع، دخلت علينا سيارات أوروبية كمان، عطيجي عنا سيارات أوروبية، في نواقص كثير يعني بالموضوع هذا، فحبينا نطور شغلنا كمان، والحمد لله أنتجنا وطلعنا قطع مثلا ما موجودة، إنه لبينا السوق بالنسبة للسيارات الأوروبية، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لنا عمل بدائي على الرمل، بنجيب القطع مطبع على الرمل، قطع موديل أو شكل، فنطمع ونصهر الالمنيوم درجة حرارة 600، بنوصل حرارة الالمنيوم ل 600، فبنصب القطعة نحن. فما ما تطلع القطعة بتعتاد مثلا كصناعيين او كذا الى مثلا حرفة ثانية، هي حرفة صناعة مثلا او مخرطة، خراطة او سنسي او فريزة، فتغيير لون او شكل او كذا حسب الطلب للمصنع او الماكينة. ما
مهنه السكب هي مهنه مخاطر، مهنه السكب هي الاصل مهنه مخاطر، لانه فيها حراره في درجه حراره معينه، فما هي المشكله. فنتمنى انه يكون في عندنا ماكينات حديثه، ماكينات حقل على سلامه وتحافظ على سلامه العمال وانتاج افضل في هالموضوع هذا. وبالنسبه المعالج بشكل رئيسي غلط الخرطوات، كمان في عندنا مشكله بالموضوع، والتصدير عندنا شحن وتصدير، نعم بضاعتنا كانت تصل لدول الجوار كلها، دبي، السعوديه، قطر، لبنان. عم نحكي كمان الموضوع هذا انه ما في شحن او طرقات او تصدير. نتمنى، انا بتمنى انه يكون عندي ماكينات حديثه، ماكينات حقل، ونتمنى شان اطور شغلي اكثر من هيك، اسكب معادن كان حانص والفند، بخدم المنطقه المحرره بشكل عام خصوصا الصناعيين. انتهى القسم الأول من حلقة اليوم، فاصل ولنا عودة. لتربية أطفالها السبعة تعمل عبير شيخو كسائقة تنقل العمال إلى الحقول الزراعية بعد وفاة زوجها، أصبح الحمل ثقيلا جدا لكنها استطاعت تجاوز كسرها، وكانت الأم والأب رغم الاستغراب اليومي لطبيعة عملها غير المألوف في منطقتها. أنا عبير جعفر شيخو من ريف حماه. نزحنا من الحويز، جينا على جسر الشغور، بركنا كم شهر، تقدم النظام عليه، رجعنا نزحنا من جسر الشغور على مخيم عائدون، أنا وولادي وزلمتي. جينا على مخيم عائدون وزوجي انصاب بالمرض وصرنا نعالجه، بعده ما أخذ نتيجة، توفى. صار لي بركة مخيم عائدون 5 سنوات، انصاب زوجي بالمرض، مرض السرطان، وهلأ صار متوفي 4 سنوات. عنا سيارة كان يشتغل عليها زوجي ويقعد منه، بعد ما توفى زوجي ما ظل عندي حدا يشتغل على السيارة، فكرت إني بيحة مشان أعيش ولادي. أهلي والجيران وأخواتي منعوني إني بيحة، قولي تعلمي عليها واشتغلي مشان تعيشي ولادك. بالأول قلت صعب علي، وبعدين أخواتي شجعوني، علموني على سواقتها، تموا يدربوني على سواقتها 2 شهر، وبعده الحمد لله تعلمت، وصرت أطلع وفوت وأخذ عمال وأرجع، صارت سواقتي منيحة. وأنا طالعة يعني بطلع الفعالة، الناس بتطلع علي أنه مستغربة الناس كيف مرة سايقة سيارة، بس الناس ما بتعرف انه عايشة لحالي وعندي 7 أولاد بدي اعيشهم. والحمد لله انا مبسوطة هلق بشغلي ومعاي الفعالي العمال طالحهم وجيبوا هوني، الحمد لله مبسوطة معاي العمال، يعني مبسوطة لانه صرت هلق يعني بعيش ولادي، بجيب لهم المصروف الحمد لله، وما بعتاز الناس، والحمد لله على كل حال. الله يعطيك الصحة والعافية يا عبير. مشاهدينا، إلى إنجاز احترافي في رومانيا. استطاع شاب سوري عمره 25 عاما أن يفتتح شركة للحلاقة معتمدا على مهنته وشطارته بالتأكيد. اليوم محمد المصري لديه موظفون من البلد نفسه وعرب أيضا. أنا محمد مصري، حلاق سوري في رومانيا، جيت على هالبلد من 3 سنين،
حققت كثير شغلات من أحلامي اللي ما كنت متوقع إنه حققها، وإن شاء الله راح أحقق أكثر من هيك بهذا البلد. البداية كانت كثير صعبة، لأني كلغة، كحياة، كمساعدات من الدولة ما في أي مساعدات. بلشت بصالونين، والصالونين كان دوام كتير صعب، 13 ساعة باليوم اشتغل كل يوم يوميا، حتى يوم الأحد اشتغلت فيه. كنت حاطط براسي أعمل راس مال وافتح شيء بهالبلد. خلال 6 أشهر تعلمت اللغة بسبب خلطتي مع الرومان. شغلي هو اللي ساعدني أكتر، لما كان عندي أنا اشتغلت بصالونات روماني، فهني ساعدوني كتير أتعلم اللغة، أحكي روماني كل يوم، يكون سمعي بس روماني. ساعدني هذا حتى كان أحسن من إنه سجل بمعهد. بعد حوالي 2 سنين من الشغل جمعت شوية مصاري، حبيت أفتح الصالون اللي نحن قاعدين فيه حالياً. بلشت لحالي بهذا الصالون، بعد كام شهر بلش عندي حلاق تاني يشتغل عندي، بعدين بلش الثالث. حالياً نحن أنا عندي بالصالون 6 حلاقين، 6 حلاقين منهم 5 رومان وواحد عربي. بالمحل الجديد حاولنا نغير شوي بالموديل. بالمحلات أنا بالمحلين 2 بستخدم نفس الشيء تقريباً. نحن في عنا، نحن شوي متغيرين نحن عن فكرة الحلاق عنا بسوريا أو بأي بلد عربي. فكرة الحلاق هو إنه يقعد على كرسي ويشتغل هو من الصبح للمساء. نحن هون عنا غير فكرة. أنا حتى بفكرتي اللي حبيت أعمل، حبيت أعمل شركة أكثر من إنه صالون حلاق. في عندي عمال 11 عامل، في عندي مدراء بأول صالون بتاني صالون. يمكن لأني عمري 25 صار عندي حتى الحلاقين اللي عندي كلهم قريبين من عمري، زبايننا كمان صارت كلهم بهذا العمر. حلقاتنا تقريباً 90% حلقات شبابي. مديرنا حمودة هو ليس مدير، أستطيع القول هو صديق مقرب. أنا أعمل معه منذ حوالي 2 عامين ولم أشعر يوماً أنه مدير. نحن نأتي إلى العمل بحب وفرح، نحن مجموعة من الأصدقاء ومتفاهمين وسعداء ومرتاحين مع بعض جداً. هذا في رومانيا. أما في كندا، قصة نجاح جمعت أولاد العم بلال وزهير شيخ البساتينة لتأسيس معمل لصناعة المفروشات بكل أنواعها، ويعتبر من أكبر المشاريع المهنية للجالية السورية. مهنة التنجيد أخذناها من عمي، هو كان المعلم تبعنا وهو اللي كان مسؤول عن كل شيء، فعلمنا المصلحة بشكل الأساسيات كلها تبعه، إنه يكون بالنهاية نفتح مصلحة أو شيء تكون مصلحة بيدنا. الأحداث تبع سوريا شتتتنا شوي، وطلعنا من محلاتنا أو من بيوتنا وصرنا ننتقل. فبعد منا انتقلت أنا على الأردن، وقعدت بالأردن تقريبا 3 سنوات، وبعدين طلعت لهون على كندا. طلبونا عن طريق الأمم المتحدة، طلعنا لهون واشتغلت بي بي سي بفانكوفر. اشتغلت تقريبا 3 سنين بمصنع، وبعدين حكيت انا وبالعمي على اساس يعني شاورنا نفتح محل، نفتح البزنس تبعنا، وصار الاتفاق وطلعنا ونقلت لهون. كان قري صار لي تقريبا شيء 3 سنين، 3 سنين كمان. كان عندي ورشة في سوريا بمنطقة صناعية، وبعدين وقت صارت الأحداث طلعنا
وكندا اشتغلت كتير أشغال يعني، بس ما يعني مش شغلة لأني بدي إياها ولا أنا بفهمها ولا أنا بعرف فيها. فحتى صارت ظروف الحمد لله، تعرفت على بلال وعلى زهير وهن كانوا مفتحوا شركة هون، والحمد لله أمور تمام. دخلت معهم بمصلحتي أنا بتجديد السيارات وكتر خيرهم يعني، الله يجزيهم خير، منيح أمورهم ووفروا لي عمل ووفروا لي بحسب وقتي، حسب أنا بخدم بارت تايم كمان لأنه بالمدرسة وهون، وتقبلوا الموضوع هنين وشكرا كثير لهم. لحنا السيرفيس تبعنا اللي هون بيتضمن الفرنيتشر هوم اللي هي الصوفة الكنب اي شيء بالفرنيتشر بالبيت بنعمل له اعاده، وسيارات تنجيد سيارات، تنجيد سيارات طبعا بيكون كامل من الباب للفرش تبعه، وعندنا الفرش العربي، عنا الحفر مثل الانتيك هذا كمان بنعمل له تجديد، بنعمل بيد حتى الفريم يعني من الاساس الخشب احنا بنساوي. هلا احنا حسنا نفوت على السوق الكنديه بثلاث شغلات، اول وحده نحسن نافسناهم بالجوده وبالسعر المتاح للجميع وبالخدمة ما بعد البيع، اللي هي يكون أي شيء بعد البيع أي عطل أو أي شيء إحنا مستعدين نصلحه. فهذا اللي قدرنا نفوت فيه على السوق الكندية. رغم الظروف والصعوبات اللي واجهتنا لو وصلنا لكندا، بس بعدنا مستمرين بالمهنة تبعنا. كل التوفيق لكل القصص الجميلة التي كانت معنا في حلقة اليوم. إلى هنا انتهت حلقة عين سوريا لهذا الأسبوع، إلى لقاء آخر مع قصص جديدة، معي أنا نور الجابر في عين سوريا.